قررت وزارة الصحة اليوم الاثنين تعليق العطل السنوية للأطر الصحية العاملين بالوزارة في مختلف مصالحها، وطلب وزير الصحة خالد أي طالب بتعليق العطل السنوية لأطر الصحة من خلال مراسلة وزارية موجهة إلى المدراء المركزيين في الوزارة ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية ومدراء الصحة الجهويين ومديرة المركز الوطني لتحقن الدم ومدير معهد باستور ومدير المعهد الوطني للصحة ومديرة مركز اليقظة الدوائية ومحاربة التسمم. وفق مراسلة الوزير فإن دواعي القرار الجديد أملاه تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتعلقة بانتشار كوفيد-19 وضمان استمرار الخدمة الصحية للمرتفقين. ودعا الوزير كافة الأطر الصحية المستفيدة من العطلة السنوية حاليا الالتحاق بمقرات العمل في أجل لا يتعدى 48 ساعة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.